اذكر يا أبانا، حتى لو كنت لا تحيا كابن علك تتذكر أن الله هو أبوك. قل الذي في السماوات حتى لو كنت لا تفكر إلا في الأرضيات، عل ذهنك يرتفع إلى السماوات. قل يتقدس اسمك حتى لو كنت تمجد اسمك، علك تتنبه أن اسمك من دون الله لا مكانة له. قل يأتي ملكوتك حتى لو كنت لا تفكر إلا في التملك، علك تشتهي ملكوت الله. قل لتكن مشيئتك حتى لو كنت لا تعمل إلا بمشيئتك أنت، علك تعي أن مشيئة الله هي قداستك. قل خبزنا الجوهري أعطنا اليوم حتى لو كنت لا تعطي خبزك، عل جسدك يتحرر من الترابيات. قل أترك لنا ما علينا حتى لو كنت لا تترك لمن لك عليه، علك تعرف أن المغفرة باب إلى السماوات. قل لا تدخلنا في تجربة حتى لو كنت تعرض نفسك للتجربة، علك تسير في طريق البر والحق. قل نجنا من الشرير حتى لو كنت لا تنوي إلا فعل الشر، علك تدرك أن الله هو مخلصك الوحيد. قل آمين حتى لو كنت غير أمين، عل ضميرك يستيقظ فتكون ذاك العبد الأمين. يا رب، ما أقل الذين يعرفونك ويؤمنون بك، فلا تسمح أن نكون فريسة الجهل والغرور. ما أقل الذين يحبونك، فلا تسمح بأن نكون فريسة الأهواء والإغراء. ما أقل الذين يعبدونك، فلا تسمح بأن نكون فريسة الإهمال والفتور. ما أقل الذين يخدمونك حقا، فلا تسمح أن نكون ضحية الطمع برحمتك. ما أقل الذين يثبتون على العهود، فلا تسمح أن نكون ضحية الجبانة وفريسة الخيانة. أعطنا يا رب أن نكافئ الحب بالحب. ما وجودنا سوى دليل على محبتك الأزلية لنا؟ ما حياتنا سوى علامة على عنايتك الأبوية بنا؟ ما إيماننا سوى آية من آيات محبتك الفائقة؟ ما دعوتنا سوى سمة من سمات محبتك الخاصة لنا؟ أعطيتنا جسدك خبزا لكي تحولنا إليك، أسقيتنا دمك خمرا لكي نرتوي من خواب حبك، أعطيتنا كنيستك لتواصل رسالتك وتنشر آيات محبتك. عنده حب بياخده من الرب، حبه حب ما بينطفي، وبذات الوقت ما انه حب ظرفي مثل حب الام لولادها. قد ما يعمل ولادها بتشوفي لحظة الخطر، قلب الام دوري بهب لمساعدة الولاد قد ما يكونوا عاملين فيها. حب الملائكة حب بيشبه خلقهم من الله، جايبين هالمحبة وحب كامل، لان هن ارواح سماوية كاملة لا تعرف النقص. الملاك هو رفيق أمين، هو بينصحنا بس ما بياخد المبادرة عنا، ما بيجبرنا ما بيرغمنا، لكن بحاول انه دايما ينور مطرح ما بتعتم الخطية، بحاول يحسن مطرح اللي بحس فيه خطورة غير منظورة. الملاك هني أشخاص فعلا بيحاربوا بيدافعوا عنا ضد قوى الشر يلي منحس أوقات. بس إجي تصلي بحس بهالتقل، بحس بهالقوة اللي عم تمنعني، بدها تشتتني أو بدها فعلا تطفي هالرغبة هالشوق فيي لالله. ملاكي هون في استنجد فيه وأطلب منه دخلك ساعدني بهالمعركة الغير منظورة. أول شي عندهم هدف واحد، خلاص خلاص الإنسان انها تخلص النفوس. الشغلة الثانية كل شيء بيخدم الخلاص، وحتى لو كان طلب شخصي. وفي قديسين كتار، قديس جيم مجلجاني كانت وظيفته تطلب من ملائكة ينقل، ما كان في مثل اليوم هالاتصالات السريعة، كانت تحط مكتوبة على شباكة وكل يوم يجي ملائكة الحارس ياخده
على روما لمرشدة من لوكا على روما يلي في مسافة التران هلا حوالي 3 ساعات ونص. تأملي يعني حتى بإشياء شخصية بيخدمنا الملاك، بس الهدف الأساسي هو أن يقود النفس إلى الخلاص ويرفقها بمشوار الخلاص ويحميها من المخاطر. هذا الهدف الأساسي. هلأ إلى جانب هالهدف السامي هذا، ساعة اللي بيكون في حاجات خاصة لإلي فيه أطلبها، مثلا أطلب منه بهالشغل يوفقني، يطلب لي المعونة من الرب إني عم بشتغل الشغل إني يكون موفق فيه. أطلب مثلا بمشروع معين دنيوي بيعة، أو أطلب منه يكون حاضر معي وفعلا يجنبني مخاطر أو إشياء حيلة خفية عني. وما تتصوري كل مرة من هب أن نصلي إداها العالم غير منظور الشرير بهبت عرقنا. وظيفته للملك إنه يعرقله للشرير حتى لي ما يخليه يمنع صلاتي أو قربي من الله. ما تتصوري بأي إجلال واحترام بيرافقوا النفوس للمناولة. لما نكون رايحين نتناول الملاك بيبقى بفرح عارم، لأن بيعرف هون الإنسان عم بيتمم أسمى لحظات مقدسة بحياته. بيبقوا مرافقيننا مبسوطين كتير، لأن عارفين إنه هالشي رح يؤدي لخير كتير كبير فينا ولخلاص عظيم. بيقدموا نوايانا، بيرفعوا نوايانا للرب يسوع، وبيعطينا بيعطونا إجابة على كتير من التساؤلات اللي بنطرحها للرب. إنهم يحفظوننا من أخطار عديدة غير معروفة كانت ستلحق بنا بضرر جسدي ونفسي. إنهم يدافعون عنا تجاه تجارب الأرواح الشريرة. يلهموننا أفكار التقى والقداسة ويحثوننا على مآثر الفضيلة في خدمة ما هو إلهي. ينذروننا من الأخطار الروحية وينصحوننا مؤنبين عندما نخطئ. يتحدون معنا بالصلاة ويقدمون صلواتنا إلى الله. يدافعون عنا في ساعة موتنا تجاه هجمات الشرير الأخيرة. يعزون النفوس المشتاقة والذابلة انتظارا في المطهر، ويقودونها إلى السماء عندما تكون قد كفرت عن كل خطاياها. في مطرح بكتاب بنص سفر يشوع بن سيراخ بيقول: يا بني إن أقبلت لخدمة الرب فعدد نفسك للتجربة. كل مرة بدنا نتقدم لخدمة الله تتحرك القوى الخفية حتى لتعيق تقدمنا، بالمقابل تتحرك قوى الخير يلي هن الملك الحراس حتى يعيقوا عمل الشرير. التوبة قبول واختيار عميق للمحبة الغافرة. الله معكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبالعالم، بحلقة جديدة من ما أطيب الرب تحت عنوان تجديد الذهن. إن محبة الرب يسوع للمؤمنين به عظيمة، إذ يسكب محبته في داخلهم ليشفيهم بها من جروح الماضي. إنه حب يشفي من كل معاناة أو ألم، ويعوض عن كل حرمان من الحب. وعندها يعيش المؤمن سلام الله الذي يملأ الأفكار بدلا من التشويش والتشتت، إذ وحده يملك على القلوب ويسود مكان القلق والخوف، الضيق والانزعاج. إنه سلام يحرس قلعتي القلب والذهن، يمنع تسرب أفكار الظلمة إلى داخلهما، حتى إن الذهن يتلبس الحياء تجاه الأفكار المناقضة للإيمان. لذا ما أخطر فقدان سلام الله، نعم ما أخطر الأمر حين نحزن الروح القدس بعدم مقاومة خطيئة ارتكابها محبب عندنا، أو بقبول الشراكة مع الظلمة، وبالتالي نفقد ثماره وأعلاها السلام. وهكذا يخسر الذهن حارسه القوي، مشرعا أبوابه لكل الأفكار، عاجزا عن مقاومة الضار منها. إذن لنرفضن الخطيئة، لنرفض أي شراكة مع الظلمة، فنتمتع بثمر الروح
ولنمتحن كل فكر يرد إلى ذهننا لنقابله بكلمة الله، فهي الوحيدة التي تقدر بنورها الساطع أن تكشف لنا أكاذيب العدو وأن تبطل أثرها. والرب أمين، هو يثبتنا ويحفظنا من الشرير. بونسوار أبونا مروان، كيفك؟ مقدمة الحلوة. طفلنا شوي. لا حلوة كثير، بدي أعلق عليها. تفضل علق. الكلمات اللي واردين فيها: إذا استسلمنا للخطية يفقد الذهن حارسه. شو حلوة، يعني مثل وكأن في شيء حارس ذهني وعامل مثل حماية إنه ينخرق هالذهن. الخطية بتسقط الحماية وبتفقده الحراسة، وبصير الذهن معرض يفوت التشويش عليه وإبليس يزرع أفكاره فيه أو يزرع فيه القلق والبلبلة والخوف. وساعتها الذهن أنت بتعرفي من الراس بتطلع القرارات وبتطلع الكلمات وبتطلع كل المشاعر. الراس شو بفبرك؟ تأمل إبليس مسيطر عليه، والسبب خطية ما قومتها بذهني، خطية استسلمت لها وأخذت غيل فيها وأحضنها، فقست وانتشرت بهالذهن وسيطرت عليه صارت مسيطرة على كل أحاسيسي، ونتفة تحولت إلى. دايما كنا نقول أبونا أنه الذهن هو ساحة المعركة. ساحة المعركة من هيك يسوع بالإنجيل بيقول الخطية ببلش العراك معها مش لما بتصير فعلا، لما بتكون ذهنا يعني، بس تكون حاضرة بفكري. من هون قال: قيل لكم من يزني يعتبر خاطئ، أما أنا أقول لكم فمن فكر. يعني الخطية بده ايانا الرب نبلش نحاربها بالذهن، لأن من هونيك بتفقس. نعم. ومن هونيك بتتحول إلى عمل. يعني اليوم الحرامي هو ذهن خطط للسرقة. لو هيدي حربتها، يعني اعتبري أنا اليوم خططت لسرقة وما صارت، مش معناتها أنا ماني خاطئ. نعم. أنا حرامي، حرامي مثل ما بيقولوا بالقوة، بس بالفعل ما زبطت. يوم مثل بيصير لي مجال وبقدر حقق هالفكرة بالفعل بصير حرامي بالفعل، لكن أنا بالقوة حرامي. نعم. هيدا المبدأ الإنجيلي مع يسوع: الذهن هو الحاضن لما هو خبيث أو لما هو خير. إذا خليت هالذهن مثل ما كمان اختمتي، كلمة الله مسيطر عليه وحاضنة، على أكيد هالذهن بده يفقس نور وأعمالي رح تصير منيرة. نعم. وإذا كان العكس. مشان هيك سلام الله يحفظ قلوبكم بيقول، من يحفظ قلوبكم وأفكاركم. مزبوط. يعني هاول الساحتين المعركة. مزبوط. إذا ما حاربناها بالذهن لابد إنها تنتقل للقلب، وهونيك الكارثة، لأنه بتتمكن. بتتمكن، والإحساس لا يقاوم. أنت بتعرف العاطفة ما في ألعن منها، قد إيه بتغلبنا، قد إيه في أبوات انغلبوا فيها وأمهات قدي عندهم قدسية لأولادهم وللعائلة، ووصلوا على وقت حتى هاي انغلبوا فيها وراحوا بالعاطفة إلى متاهات. تتشوف العاطفة إذا كان سيطر عليها الذهن بشر وانضربت بأحاسيس أو بمشاعر ملوثة من الخطية، ممكن تقودوا للإنسان مثل الجام، الجام اللي والرسن اللي بتحطيه للطور أو للحمار تحت لي تؤدي فيه. بيحكي عنا سفر المزامير بالمزمور التاسع بتصور، لما بيقول يقاد كالبغل. نعم. او بالرسن الذي يقاد له. فعلا بتصير ايدتني هالعواطف والافكار وما بقى قادر اقاومها، وبتخذني الى اماكن رجعتها صعبه. عشان هيك كمان ابونا من الاسلحه اللي اعطانا اياها الرب، الاسلحه الروحيه، هي خوذه الخلاص حتى تحملنا افكارنا. برافو. البسوا خوذة الخلاص، يعني الذهن بده يروح، او بالاحرى بده ينعمل خيم عليه، اسمها خوذة الخلاص، سميها مربولوس. اذا بدنا نفسرها شو بتعني، معناتها هي ان يسيطر على ذهني افكار الله. وافكار الله بدي يكون عندي السقافة الانجيلية ومطلع على كلمة الرب ومخطط الخلاص. هيدي الخوذة اللي بلبسها بافكاري وبقدر فيها
اني حول اعمالي الى اعمال نور ما تكونش اعمال ظلم. وحارس هالساحتين اذا بدنا نقول هو سلام الله، يعني نحن وقت نحظى بسلام الرب لابد انه هول الساحتين ينحفظوا ويصير لهم حارس. مزبوط. الحارس الاساسي النعمه هي نتيجه، باردون السلام هو نتيجه. نعم. لما بتحضني افكار الله الافكار تنعكس على المشاعر وعلى العواطف الموجوده بالقلب، ساعتها تنتج السلام. السلام بتقول العذراء نبع القلب، ومشان هيك قصه السلام منه نتيجه مفاوضات سياسيه او طاوله اجتماعات مثل ما عم يعملوا اليوم بالدول تيعملوا سلام لدوله فيها حرب او شيء. هذه كذبه، هي تقريقه. بتقول العذراء السلام ينبع من القلب، ان لم يكن في قلبكم سلام، قد ما نحكي عن السلام ونهدف له لن يصل سلامنا ابعد من مناخيرنا. مشان هيك السلام بينبع من القلب، بس يكون في خوذة الخلاص على افكاري، كلمة الله مهيمنة على الذهن وبذات الوقت مسيطرة على المشاعر والعواطف، ساعتها بتلاقي القلب رايق بسلام الرب، والسلام بتبلش بسي بكل كلمة بتقوليها، بحضورك اوقات بصمت، بس تحضر بمكان بتحسي في سلام حل، في رواق. في ناس بفوتوا على اماكن بتحسي اجا معهم طمانينه، اجا معهم الهدوء، اجا معهم الرواق، اجا معهم فرحه، اجا معهم سند. هذا سلام الرب اللي بنبقى حاملينه نحن نتيجه سيطره الله على افكاري، وهيدي مطلوب من ارادتي. نعم. انها تطرد وتقاوم كل فكر منه من الله وتخلي الرب يسيطر. بس الحارس اللي كنت عم بحكيه هي النعمة، هي التوبة. نعم. التوبة التي تأتي بالنعمة. نعم. مشان هيك بدنا نحكي اليوم يمكن عن التوبة بمعناها الحقيقي. صحيح. كيف شكل التوبة بتكون حارسة لهالذهن ولهالقلب. نعم. بس تعليقا على اللي ذكرته كمان، نحن من اسلحتنا هو درع البر حمايه لهالمنطقه الحساسه، لانه دائما السهم بيتوجه على المنطقه الحساسه الاتوليه اذا بدنا نقول. البر جاي من البراره. درع البر. ايه، البر جاي من الصدق بالمعامله، من سلامه النيه. بيقولوا هي نوايه سيئه. النوايه طيبه حتى لو غلط له رحمة بقلب الله. لأنه ليش الرب نظر لمربولوس مع أنه مربولوس كان عم يرجم القديسين؟ لا نظر له نظرة عطف، لأنه كان صادق بالنية، كان مفكر بهالعمل أنا عم دافع عن الله. وهالقد كان يحبه لله، هالقد كان بغار على شريعته وكان يناقض. بعدين فسر له الرب أنه هاي الغيرة اشتغل عليها يسوع، وفسر له هاي الغيرة يجب أن تنفتي على الإله تتفهم حقيقة علاقتك مع الناس، مش هيك بتدافع عني. بذات الوقت ليش غفر له لمار بطرس مع أنه كان متهور ومندفع بطريقة كتير متهورة مع يسوع، بس لقط السيف وقطش له دينته؟ قال لأن كان عنده نية طيبة، بدي دافع عن الله بحبه. بعدين الرب دوزنه واخذوا الى اماكن. مشان هيك البر، درع البر هي صدق النيه. اذا موجوده بقلبك، لو كان هالقلب غلط او انجرح بغلط، الرب سيتدخل بنعمته ويجلس ويصلح. ما نكون عم نعطي عذر للي عم يقتلوا باسم الله اليوم يا لا غير شيء. هونيك في سوء نيه. نعم. هونيك في سوء نيه. ما كان عم يقتل مربولوس باسم الله، كان عم يدافع عن شريعه الرب، بس كان عنده حسن نيه، ما كان مجرم. كان بالنسبة له أنا بدي دافع عن شريعة أبي. هلأ استعمل بمطرح العنف، بس مش هو كان عنيف، كان شاهدا على العنف، كان يلام، لكن كان فاتح بقلبه مجال أنه لنعمة الرب تفوت وتنوره. ليه ما كان عم بيقتل المسيحيين بوقتها؟ لا، هو كان يقتاد المسيحيين إلى الفريسيين ورؤساء الكهنة حتى يحكمون، كان يقتاد، بس مش هو اللي قتلهم. واستفانوس كان شاهدا على رجمه، بس مش هو رجمه. مربولوس كان شاهد على رجم استفانوس. ما بس مش هو اللي اقترف العمل، لكن كان بالنسبة له أنا هيك عم دافع عن شريعة الله. هون ما بديش، مزبوط معك حق، بدي ميز بين الجرم اللي عم بصير اليوم
اللي حاملين اسم الله ومسلحين العذر وعاملين دروعه من كيس رمل ودبابات مش هيدي مش هذا المقصود. يعني المقارنه هون ما بتنطبق على اللي عم بصير نحن عنا اليوم. منطق اللي عم يشتغلوا فيه هودي التكفيريين والانتحاريين اللي عم يعملوه بذات الوقت، المنطق يلي عم بيقتلوا فيه العالم هذا بيعبر عن الشياطين سكنتهم، مش سوء نية، مش حسن نية اني انا عم بعملك عم دافع عن الله. اعتبر انك دافع عن الله، شو الوحشية اللي عم تستعملها؟ وبعدين مين قال لك الله خي؟ مين وكلك باسمه؟ مين عطيك الحصانة انه انت باسم الله تفرز له البشر معه وضده؟ اذا كنت تؤمن، وهون بتوجه انا الى اخواننا الاسلام علوا يكونوا عم يسمعونا بلبنان او برات لبنان، اليوم هن بيؤمنوا بالقرآن انه الديان هو الله ولا ديان سوى الله، الانسان هو مخلوق والدينونة هي فقط للخالق. انا لما بيجي بهدر دم شخص انا عم حط الله كديان على جنب وعم بستعمل الدينونة عنه عن دين. انا لما بيجي بقول عن فلان كافر لانه مش من ديني انا عم دين عم بحكم، وهذا الحكم لله مش للبشر. وهن بيامنوا يعني عم بيناقضوا تعليم القران يلي عم بيقول انه هون ما عندنا فتنه، طلعنا برات سلامه النيه والبراره اللي عم نحكي عنها. لما نحكي انا بحضر تلاميذي دائما ناهد متولي هالمره المصريه يلي ارتدت وعملت مسيحيه كانت عم تنبش على الله بتقول له انا بحبك بس انت وين موجود؟ بالقران بالانجيل وينك يا رب؟ عم نبش. اضطر هون يسوع لان فعلا عنده صدق نيه. كانت تضطهد المسيحيه اضطهاد كثير عنيف، كانت مسؤولة بمدرسة تقطشلن الصلبان إذا تشوف أي علامة مسيحية على صدورهم، كانت تعرف تزله للشخص اللي منه من دينا، لكن كانت عم تنبش بحسن نية عن الرب، كانت فعلا بتحبه وبدها إياه. عشان هيك ظهر له. ظهر له أخذها وفرجيها حقيقته وقلبها أصلاً. وفعلا حتى عن عائلتها كانت مستعدة تتخلى بس ما يتركها يسوع. أبونا أصلا الحروب بكل إجرامها هيدي مخطط أكيد مش من الله، لأنه ساعتها إذا من الله يمكن الكل بيرفضوه. الحرب هي صنع الشيطان تنفيذ البشر. يعني إذا الله دموي ما حدا بيقبله. الله على الصليب عطانا أسمى صورة من هو الله، مستعد يموت في سبيل شعبه، هذا هو الإله الحقيقي. الشيطان بيقتل الشعب في سبيله. بيقولوا لعبة الشطرنج هي بتنم عن ملوكية هالعالم، كلهم بيموتوا في سبيل الملك يخلص. نعم. إلا بالمسيحية بيموت الملك في سبيل الشعب يخلص. هذا الفرق بيسوع. الله ليس بدموي بيقتل حاله تعيش ولاده. هذا البي الصالح، هذا معناه الله أكبر، الله المتسامي عز وجل كل السمو. بشو سامي الله؟ بمحبته، بكبريائه علينا، بتواضعه، بمحبته يلي بتروح للموت في سبيل ولاده. هاي عظمة الله، وهيدي العظمة اللي بيفتخر فيها الإنسان. ساعة اللي بيجي أنا بحول باسم الدين الله، بعمل باسمه حرب، وبعمل باسمه حزب، وبعمل باسمه معارك، وبقتل العالم باسمه، وبفرز العالم بين كافر وبين مواطن صالح. مش أي الله هي؟ أي ديانة هي؟ أصلاً حتى بكلمة الله بتقول إنه سوف تقتلون باسم الله، يعني رح يفكروا إنه اللي عم يقتلكم عم بيأدي خدمة لله. كان سبق وقالنا إياها الرب، تنبأ عنا يعني لأنه عارف كإله شايف شو بدهم يعملوا بشعبه. على كل، نحن اللي عم نشهده اليوم فعلاً انحطاط الدين، انحطاط ما يسمى الدين. كلمة حلوة، الدين معناتها شيء بيقربك من الله، ضابط كمان. الدين معناتها أن تكون عندك شراكة مع الخالق. هلأ بنختلف صورة بهالخالق، ناس بيطلعوا له من هون، ناس بيطلعوا له من هون، مش مشكلة، مهم إنه نؤمن بهالدنيا إلى خالق واحد سميني الله، لكن باسم الله اتقبرنا بعضنا. وش هالإلهي؟ باسم الله فنينا المجتمعات،
حرقنا بلاد، دمرنا مجتمع، دمرنا شعب، شردنا عالم، قتلنا أطفال. بعدين أسلوب الجرائم مرعب يعني. يعني عن جد اللي عم نشهده اليوم، لأنه وسائل الإعلام هالقد صارت مطيحة بين إيدين الناس، لك منشوف يعني. حضرت إحدى الفيديوهات، أنا عم يلعبوا فوتبول، الكرة اللي عم يلعبوا فيها روس بشر مقطشين، شيء لا يقبل المنطق والعقل بأي حضارة نحن. وبيقنعوكي انه هاو عم يعملوا ثورة على نظام جائر، نظام ظالم. مين عم بيثور على مين؟ وعم بيستبدل شو بشو؟ كذبة ونفاق من أساسها. حرب منفقة، حرب دول، هي من أجل تسيير مصالح لإلها، بترول ومال. عم تستعمل البشر، ترسلهم دماغهم، تفلتهم على بعضهم، عم تسلحهم وتبيعهم أسلحة وتخلق حقد ببعضهم. هيدي عمل الشيطان. الله يا ويلهم هالشعوب اللي عم بيسببوا هالحروب. مفكرين هني بمنقى عنا، ومفكرين انه نحنا عنا السلطان بايدنا لانه قوية ومعنا سلاح بنقدر نلعب بهالدول ضعيفة. مش عارفين سلطان الله فوق كل سلطان، ويا ويلهم اللي ناطرون. رح تشوف شو رح يصير فيهم ابونا ان لم يتوبوا. رح نشوف على هالارض، رح نشوف على الارض، وانا مصر رح نشوف على الارض، لان الله عدالته ما بقى تنطر. لان وصل الشر هلا باللي احنا موجودين فيه، قمة. وصل الشر الى القمه طبعا، ما بقى في مجال انه ينتظر الله. يمهل ولا يهمل. لانه انا قلناها بوقتها باحدى اللقاءات، بتقول العذراء اللي مجمد عداله ابني، موقف عدالته وايده عن انه يقتص من خطايا البشر، هي تدخل مريم بهالزمن. اتدخلت بفاطمه، وقفت كارثه عن البشريه، كانت الحرب العالميه الثالثه النوويه يلي كان بدها تصير. وبتقول لوسي، تكريس العالم على يد البابا يوحنا بولس الثاني لقلب مريم خلص البشريه من هالحرب وسقط الشيوعيين. ومفروض كان الشر يبلش يخف والناس تبلش تتوب، لكن زادت. رجعت العذراء تدخلت من جديد بظهورها جديد بميديغوريا، تحت لي ترجع تجمد وتعطينا انذارات كأم بلطفتها، وتعطينا أسرار ننتبه لوين رايحين إذا أصرينا على الخطية. بتفاجأ اليوم إذا فينا نقرأ مقالي، تفاجأت أنا لبوتين رئيس الروسية، بتقول العذراء، بتقول إنه الخلاص بيصير فاطمة الثالث، بتقول الخلاص هو رح يكون خلاص الكنيسة عن يد روسية. بتقول خلاص الكنيسة عن يد روسية. هالشعب اللي عاش الشيوعية والإلحاد والذل، وانقهر المؤمن بهالأمكنة اللي حكى فيها، هالبلد يلي كان نبع الشيوعية، هالبلد بده يصير نبع الحماية للكنيسة. بتفاجأ اليوم بمقالة لبوتين بيقول فيها رائعة. أنا أول مرة بتفاجأ رئيس دولة هالقد عظمى يحكي هالكلام. بيقول وبيتوجه بكلامه للاتحاد الأوروبي يلي بيعتبر أنه هو الحضارة وهو الديمقراطية وهو الحافظ على الشرعية الدولية. بيقول لهم لابد، عم يحكي عن منبر الكنيسة هالزلمي، لابد أن نرجع إلى قيمنا المسيحية التي جعلتنا ننمو ونزدهر. وردد بوتين مخاطبا الاتحاد الأوروبي وأمريكا، أنتم تنتقلون من عبادة الله الذي أعانكم على التقدم والازدهار إلى التعاون مع الشيطان من أجل مصالحكم، وأنتم الذين كنتم تتهمون الاتحاد السوفيتي في السابق أنهم ملحدين، الآن أنتم تتخلون عن قيمكم المسيحية والأخلاقية إلى عبادة الشيطان ومصالحكم فقط. كلام قوي ناتج من شخص سياسي ومن رجل منه عنده البعد الديني، لكن عم يشهد بإيمانه، وهذا رئيس دولة عظمى. وأنا هون بستبشر خير، مسؤول سياسي في بإيده سلطة هالقد عظيمة
عنده هالروحانية. نعم. هلأ ما بعرف قديه ملتزم فيها أو لا، لكن عم يحكيها. نعم. يعني هيدي بشرة خير، بيكفي بس يبسها بالمجتمع اللي حاكمه تحت لي لونه لهالمجتمع، وفعلا الرب عن يده يشتغل. نعم. ويعطي سلام وازدهار. بالنهاية أبونا الشرير مثل ما دايما بنقول بحبال خطيئته سيمسك، والشرير مهما انتصر معروف شو مصيره، لأنه سبق وصدر الحكم عليه. يعني مزبوط. ما يفرح بانتصاره. مزبوط. بس سؤالي أبونا، هي صورة عن جهنم اللي عم نشوفه اليوم، هيدا جزء بسيط يعني الشر، حجم الشر. بمطرح بسفر الرؤيا بالفصل 16 أو 17 بيقول بالضرب السادس بتفلت الضفادع والعقارب من جهنم وتلدغ الناس. أنا بحس هودي ما يسمى بالتكفيري والانتحاري، كأن هالآية بسفر الرؤيا تنطبق عليهم. بتحسيهم كأن أشخاص فالتين من جهنم، منهم بشر، جنس الرحمة ما في بقلبهم. بيقتلوا الإنسان كأنه عم يذبح دجاجة، كأنه عم أقبص عصفور، بيلتز، وبذات الوقت برافق القتل بجرم بوحشية لا تطاق، برفقة بآيات قرآنية وبصلاة. يعني ما بعرف كيف جامع اثنين. أنا بحس جهنم فلت علينا، جهنم بذاتها فلت على الأرض، ولأنه إبليس عرف أنه أيامه قربت تنتهي، عم بجرب يفلت أعوانه قد ما فيه يأذيهم. يا مشان هيك نحن كنا عم نقول، والناس افتكروني مثل كأني عم بتنبأ، يا ويلو المنو محمي، يا ويلو اللي عايش وما في توبة بقلبه، يا ويلو اللي بعيد عن الله وما في روح الله بحياته، يا ويلو. إبليس ساخط، يعرف أن له زمانا قليلا، بده يقش اللي بينقش معه. مشان هيك بينبهنا يسوع في نهاية الأزمنة، مش نهاية الحياة أو نهاية العالم، نهاية الأزمنة، سنقطع بمخاض عسير، بقلنا الذين على السطوح لا ينزلوا إلى البيوت ليأخذوا تيابهم، والذين في الحقل لا يلتفتون إلى الوراء. يعني مفروض نحمي حالنا بنعمة الله، لأن الوقت مصيري. نعم. الشر يضرب الآن، ويضرب ضربته حاسس النهائية. اللي منه معمر على رمل رح يشلوا البنيان ويقشوا معه، واللي مؤسس على يسوع قد ما يضرب الشرير رح ينكسر على صخرته. نعم. أبونا رح ناخذ بريك ونرجع منفوت على موضوعنا. مشاهدينا فاصل ومنتابع. لكم مشاهدينا أبونا، نرجع لموضوعنا. ورد بلوقا 15 الآية 7، هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. هيدي انطلاقا من أفراح الرب اللي سبق وحكينا عنه، قلنا أنه هناك على طول بادرة بده يقوم فيها الإنسان حتى يكتمل عمل ربنا وفرح الرب. إذن دور الإنسان أن يتوب ليكتمل الفرح والخلاص، والأفراح اللي حكينا عنها بذات الوقت بتشرح معنى التوبة. مثلا بمثل الخروف الضال بيشرح لنا أنه الإنسان لازم يكون مثل الخروف باستسلامه للراعي حتى يرفعه من جحيم الخطية. هون أنا كأني عم بقبل شو عمل ربنا كرمالي. هي أول معنى للتوبة. بالتوبة بمثل الدرهم المفقود، هي أنه أقبل أنه يظهرني الروح القدس من تحت تراب خطيتي، يعني الاستسلام للروح القدس. بمثل ابن الضال كان معنى التوبة أنه يعترف الخاطئ بأنه مذنب ويتحول عن خطاياه ويجي للرب تيخلصه بالنعمة. شرحتيه هودي بحلقة من الحلقات. عم نرجع تنفوت بجو الموضوع. اليوم بنقول كلمة ندمان كتير، منقول كلمة ندمان وحزنان على خطاياي. هل الندم هو التوبة؟ لا، الندم بدنا نفسر ما هو، لأنه في أوقات مشاعر أسى بحسها الإنسان بتقوده لانهيار، سميها الديبريسيون. نعم.
في مشاعر أسى بتقودك للانتحار، في مشاعر أسى بتقودك لليأس، للإحساس بالفشل. هذه ما قادتني هون للتوبة. مش كل شعور بالندم هو من الله، وليس كل شعور بالندم هو توبة. التوبة بالمعنى الحقيقي هي لما بتصير على مستوى الذهن، ذهني يتجدد بأنوار الروح القدس، يتجدد بأفكار جديدة، بقرارات جديدة. لما ببلش الندامة، الإحساس بالندامة كل البشر عندهم إياها دايما. الخطأ بحسسك بلوعة داخلية، بحسسك بأسى، بيعمل وجع، وجع نفسي وروحي، تأنيب الضمير كمان. تأنيب الضمير، في كتير مجربين أنبن ضميرهم، لكن كان مش الروح الله مسيطر على ذهنهم، ايدهم مسيطر عليهم كبرياء. والكبرياء هون بيخلي الإنسان قدام هالشعور من اللوعة والأسى يتجبر، يتكبر، ويروح يعمل أعمال انتقامية. هذا كان عنده ندم، بس لك وين ايده الندم؟ مشان هيك الندم يلي بترك هالإحساس الروح القدس يقوده، سيقودني هون إلى تغيير الذهن وأخذ قرارات توبة. مشان هيك الندم اللي بيجي من الروح القدس والندم الحقيقي اللي بيقود للتوبة. نعم. أما الندم يلي مش قايده الروح ممكن يسيطر على إبليس ويقودني إلى أماكن تأدي فيه. أو طبعا إذا بدنا ناخذ المثل، ناخذ مثل يهوذا. يهوذا بيقول عنه الكتاب المقدس ندم وذهب إلى الفريسيين ورمى لهم الفضة وقال قد سلمت دم بريء لا تقتلوه. لكن ما تسمح للروح القدس يتكبر، وكبرياء وقد ما كان متعجرف، وقد ما كان زلمة معتد بذاته، بس مش متكل، ما كان عنده اتضاع. لأنه الندم كمان إذا ما في تواضع ممكن الكبرياء يقود الندم كمان إلى مراحل خطرة تتورط الإنسان بداهية أكبر من الواقع فيها. وتفكر بذاته، بس فكر بهالكبرياء اللي كان معشعش فيه وبالاعتداد اتكال على ذاته. فكر أنا أنه لا بدي واجه يسوع، أنا ما إلي عين إلو أني أنا غلطت. بعدين أنا ما بغلط، الاعتراف بالخطية بحس نوع من الذل. كان لو الندم يترك الروح القدس يستسلم لإله، كان الروح القدس كسر له الكبرياء وقاده من جديد أمام يسوع وطلب منه الاعتذار، كان الرب غفر له. لكن ندم هالشعور بالأسى واللوعة، الكبرياء سكر على نعمة الله، خر الإنسان متجبر، استعمل هالأسى واللوعة إبليس وزرع فيه عقدة الذنب، وضل يدق 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 فيه على ضميره لآخر شيء نهيو علق حيله بالتين. بس ست يهوذا رح نعطيها حقها بركي الحلقة المقبلة أبونا، بس خليني أحكي شوي أنه بيقول أول شيء في نقطة كمان، أنه كنت عم تحكي عن أنه الندم البشري بيعبر عن كبرياء، بوقت أنه الندم بحسب الله بيمتزج بالتواضع. وبيقول بالمزمور القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره، يعني هالقلب المتواضع هو اللي بياخد حظوة عند ربنا. مين إله؟ إله شخص داود. داود ارتكب خطأ، نعم، لكن كان قلبه لداود متواضع. نعم. الندم اللي عند داود قاده أن يعترف، بيقول له بالمزمور قلبا نقيا اخلق فيها يا الله خطيئتي امامك في كل حين. خطيئتي امامك ان كنت انت قادر ان تغفر لي. نعم. انت قادر ان تطهرني منها، اغسلني من الزوفة فاطهر، اعيد تطهيري. بتشوفي هون قلب متواضع منسحق عم يطلب من الرب الرحمه. ساعتها هون ندامي هون قاده الروح إلى توبة صادقة، وبذات الوقت سمح للروح يفوت على ذهنه ويزرع فيه أفكار الرجاء، أفكار الإنجيل، أفكار التصليح، أفكار الخير. قادته هون الندامي إلى توبة حقيقية. نعم. الندامي بيقولولا باليوناني بيقولولا الميتانويا أو التوبة بالأحرى. شو يعني الميتانويا؟ تغيير المسار، تغيير الطريق.
هون بصورة الابن الشاطر لما رجع لعنده أول شيء قال لهم لبسوه بإجراه. شو يعني لبسوه بإجراه؟ معناتها اليوم بدي أعطيك طريق جديد تسلك غير الطريق اللي رسمت لك إياها الخطية ووصلتك إلى البعد عني. نعم. مشان هيك التوبة الحقيقية هي تغيير المسار، أو بالأحرى تغيير الأفكار تبع الإنسان، تغيير مشاريعه. هون بنرجع بنفوت على الذهن ونغير له كل هالمشرعة يلي كانت عم تتفبرك فوق وتتحول بأعمال ورطتني بالخطية والبعد عن الله. يعني فينا نعتبر أنه تغير الذهن وتحوله هيدي الندامة الحقيقية وهيدي التوبة يلي بدي. يعني مش ممكن أنا توب وبعدني عم فكر ذات الشيء. مشان هيك في ناس هون تنتحول شوي على واقع الأرض، في ناس بفوتوا يعترفوا، نعم، صادقين عم بيقولوا خطاياهم مزبوط، بس ما عندهم قرار داخلي أني أنا بدي أشتغل على تغيير ذهني، بدي أشتغل على الأساسات طبع الخطية اللي قاعدة فيي اسفقها تيقشط البنيان طبعه. من هون بتلاقيهم بيعترفوا وبيعترفوا وبيعترفوا وبتضل الخطية عن عايشتهم بالدوامة طبعه، لأن ما في تغيير ذهن، ما في تغيير مسار، ما في قرار بدي غير الطريق يلي كانت قيدتني للخطية. نعم. مشان هيك الندامة موجودة بس راحوا اعترفوا، بس ما في كان ذهن متجدد بالروح القدس رجعوا على الخطية من جديد ورجعوا على الخطية وبيرجعوا عليها. نعم. مشان هيك بصير الاعتراف بصير هو بعد ذاته مدعية يأس. باش بدي اعترف بقول لك ما في شيء عم يتغير فيي. يا عمي فوت على ذهنك وفوت انزل شوي على اجريك وعلى قلبك إلنا وبلش اشتغل غير لهم اللي خربطتهم. نعم. فيه الخطيه. مشان هيك رح نجي لدور تبكيت الروح القدس كيف بيأدي. بس نحن اوقات ابونا بنعترف بخطايانا بس ما ومنضل محتفظين بممارسه هالخطيه لبل انه ما بنشعر باسف انه عم نعملها. هون فيش ندامه. نعم. يعني لبل بنشعر بالاسف انه مضطرين نترك او انه اذا جبرنا الوضع معين انه نتخلى عن هالخطيه، هون بيكون الاسف المغلوط اذا بدنا نقول. انه بنتاسف بطريقه غلط حتى. نتأسف بطريقة بشرية. كيف مثلا كست حدا انا باردون باردون كذا، بس انه باردون مجاملة. نعم. بس ما في من جوا فعلا قرار انه انا فعلا ما بدي اذي هالشخص وبدي اشتغل انه ما يتكرر الاذى مني. نعم. لانه مشان هيك الرب بحاسب على النوايا، ما بحاسب على شو طلع من تمه للانسان. نعم. انا كاهن اليوم عم بسمع الخاطئ بيجي بيحكيني بالاعتراف كلمات ما بعرف قديش هالكلمات من قلبه وقديش عنده قرار داخلي تغيير مسار حياته. نعم. هاي بحامل بي 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 اذا بدك بي بقايد الله وعهاي بركز وهون بيشتغل. يعني هون حقلت قلتي بالاول انت المعركه هي معركه ذهن ومعركه قلب. هاي البدايات، هاي اوائل المعارك. بعدين منروح على النتائج تبعها، ببلش الانحدار، الانحدار والورطة. طيب ورد بكورنثوس الثاني فصل 7 الآية 10: الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موتا. يعني مش كل حزن وندم على خطايا ارتكبت هي التوبة، فقط الحزن والندم اللي بحسب مشيئة الله. هون الحزن إذا بدنا نسميه الحزن الإلهي، يعني بحسب مشيئة الله. يعني هون أنا لازم بحسب مشيئة الله. الحزن هو تفسيره أنه أنا أعرف أنه هالخطية هي مش بس عم تجرحني، عم تجرح الله وعم تجرح الآخرين. هون بتبلش عملية التحول. يعني لما منقول تغيير، أول شيء التغيير مش بس بالقرارات، حتى بطريقة التفكير. نعم. حتى بطريقة الحب. الحب بمطرح من المطارح الخطية بتجعله حب مصلحة. الرب بده يجلسه ويحب يجعله حب متجه نحو الآخر. مشان هيك كمان بالوعي التوبة تتضمن تنظيف للحب، يصير حب عم بفكر بالله اللي بيحبني وعم بفكر بالآخر يلي أنا بخطايا عم أقول له نعمة. مش بس أنا بالتوبة عم صلح ذاتي، أنا بالتوبة عم برجع ببني شراكة مع الله وريح الله سبب له فرح. نعم. وإذا بحبه بنبسط لفرح الله، وبذات الوقت أنا بحبي عم برجع افتح النعمة من جديد
انها ترجع تسري بمفعولها بالمجتمع البشري، لان بمطرح خطيتي وقفتها، وبمطرح بخطيتي خربطت بالمجتمع البشري. هيدي الناس ما بيقدروا يفهموها، البعد طبعا الخطيه، بيفكروا الخطيه هي مردود علي وانا بتحمل نتائجها. مش عارف الخطيه بيتحمل نتائجها كل من ارتبط فيهم برابط دموي او برابط روحي وبالبيئه اللي انا عايش فيها. الخطيه بتضر بهو كلهم دون ان ادري. نعم تماما، مثل ما بتحطي زلمه قديس بمكان صلاته بيأسري مفعوله على المجتمع مطرح ما عايش وبتحمي. صح. بادري بيو سان جوفاني روتوندو غريب يطلعوا بالطيران تحت يقصفوه، الحرب ما تركت بقها بايطاليا ما قصفتها، هالمكان بس يوصل الطيران ينعم عليهم للطيار شي عشان يشعوا شي تيقصفوا. ليه؟ هالشعب اللي كان عشان ينحمى بفضل القديس تماما، مثل ما هيدي صلاته بتحمي وحمايه توزعت على البيئه اللي كان عايش فيها، الشخص اللي بيبقى خاطي ضرر الخطيه بتتوزع على البيئه اللي عايش فيها. نعم. وبذات الوقت الحب هون بيكون عم ينأذى في الاشخاص يلي كانوا مفترض من حبي وعلاقتي مع الله يستفيدوا، صار العكس من وراء خطيتي والحب اللي تلوث فيه. يعني هون بصير عنا تفكير مثل تفكير الله نحو الخطيه، يعني في كتار بيقولوا انه شو خصو الله بخطيتي، ما هي هاي بيني وبين يعني شيء بخصني. لا لا. هون بيتغير تفكيرنا انه هاي الخطيه بتجرح الله. الرب مثل ما بيقرانا نحن بالمجتمع البشري، نحن جسم مركب من اعضاء، كل عضو يتصل بالاخر، ما في عضو يعيش باستقلاليه عن الثاني، كل عضو له وظيفه، واذا قام بوظيفته بيكون عم بيساهم بصحه وسلامه الجسم، وعضو واحد يخل بيكون عم بيساهم بوجع الجسم كله. نعم. هيدا بدنا نفهم البعد تبع الخطيه، لما بخطي انا انتمي الى جسم سري بناه يسوع، راسه هو، خطيتي عم تساهم بضرر هالجسم وبوجعه كله، لانه فقد الصحه والسلامه تبعه من وراء عضو بهالجسم ما عم بيقوم بوظيفته كما يجب. يعني بس الفكر الذهن يصير يفكر انه هيدي عم بجرح ربنا وعم بجرح الاخرين وعم بجرح نفسي، بتبلش توبه، ببلش يتغير تفكير، ببلش يتغير الذهن، ببلش تتغير القرارات، ببلش يتغير نوعيه الحب، يتغير العواطف والقلب والمشاعر، ساعتها هون ببلش الندم، وهيدي قلنا بدها عمليه الروح القدس يفسر لي، ينور لي، يضوي لي على هالحقيقه، ساعتها بعرف انا حقيقه لما بتعرض لتجارب بحياتي ولخطايا، انا ابونا مروان، ولابد يعني مش انه صرت ابونا بطلت اتجرب او بطلت اني بطل عندي مشاعر او احاسيس، لما بتعرض لتجارب ما بفكر انه اذا استسلمت لها شو بده يصير فيي، فكر بالنفوس يلي انا ارتبط فيها شو بده يصير فيها، وبفكر الدمار اللي بده يصير لهم، النعم اللي بدهم ينحرموا منها، بفكر بكلماتي قديه بدها تفقد رونق الروح القدس وما تعود مؤثره وتعبر الى الداخل، بفكر بالمسؤوليه اللي سلمني اياها الرب قديه بدها تصير مأذيه لانه سمحت لها الخطيه تفوت على حياتي، وبالفعل بختبر لوعتها لما بنغلب بمطرح بخطيه قديه بتتاثر الجميع اللي انا بنتمي لها، وقديه بيتاثروا الاقارب يلي بنتمي لهم بقرابه دمويه، قديه بينأذوا مع انه ما حدا عرف وما حدا حس بالخطيه اللي قطعت عندي، لكن انا لاني واعي لهالموضوع بعرف وبشوف وبقدر قارن وميز شو في شيء تغير مع هالناس، قديه في نعم انحرموا منها، قديه في خلاص، قديه في شفا كان ممكن يقطع من خلالي لإلهم، انا جيت حطيت حد وحاجز. يعني بتزين الخسائر مش على ضوء الضرر الناتج لإلي بالداخل، على ضوء الضرر الناتج للجميع اللي بتنتمي لإلي. اضافة للضرر يمكن قلب بالداخل. ضرر داخل حادث حدث ولا حرج، لكن بشوف النعمة اللي انحجبت عن جميع المؤمنين فيما لو انجرفت لها الخطية أو لها التجربة. نعم. أبونا مثل ما قلنا أن التوبة مش هي الندم،
هي الحزن وليست الحزن على ارتكاب خطايا او احساس بالذنب، لانه هيدا التوبه مش مبنيه على مشاعر. مظبوط، التوبه هي قرار داخلي بتغيير نوعيه تفكيرنا، بتجديد ذهننا. نعم، يصير ذهن انجيلي مبني على كلمات يسوع وقرارات نابعه من وراء الانجيل. نعم، وكمان مش مبنيه على الاسف، لانه هي مؤسس انه مبنيه على انه الخطيه تجرح الله وتجرح. عندنا كثير امثله بالكتاب المقدس، في كثير عندهم كان اسى ولوعه وندمات وما بعرف شو هن، وراحوا بداهيه نزلوا على جهنم. نعم، كنا عم نحكي عن الندم اللي بينشئ التوبة، ولكن ليس كل ندم، فقط الندم الذي بحسب مشيئة الله اللي بيعمله الروح، تبكية الروح القدس. إذا بتسمح لي هون بدي انطلق بس من عمل الروح القدس بتبكية العالم على الخطية وعلى البر وعلى الدينونة، وكنا سبق وحكينا فيهم، وتحديدا عندما امتلأ بطرس بيوم الخمسين بالروح القدس وراح يعز جموع اليهود اللي عددهم 3000، وبأعمال 2:37، فلما سمع الحاضرون هذا الكلام وخزتهم قلوبهم، ثم سألوا بطرس وباقي الرسل ماذا نفعل أيها الإخوة. نعم، وسبق وذكرنا أنه العزة الممسوحة من الروح بدها تعطي ثمار. الكلام عمل وخز ضمير. نعم، وعى الضمير. نعم، ونبه على الخطيه. الضمير دغري، لانه هو صوت الله فينا دغري بيروح بفرجيك الخطيه ومقاسيها، بفرجيك اياها. هون بتحس بالندم، لكن شو عملوا هن قدام هالاحساس والشعور؟ راحوا طلبوا من بطرس اعطينا طريقه خروج من هالمأزق. نعم، اعطينا طريقه، يعني جدد لنا اذهاننا بكلمات نقدر نطلع من هالواقع اللي فوتتنا عليه. يعني ما استمروا بحزنهم وندمهم وما انحسروا بخطيتهم. برافو. بل انطلقوا صوب الرب. هيدي هي. مشان هيك الندم يلي بيجي من الروح القدس هو ندم يقود الى الرجاء، بينما الندم اللي بيجي من ابليس يقود الى اليأس والانتحار. يعني هون تبكيت الروح ما بيجلب اكتئاب، لبل يجلب راحه. نعم، يعمل بمطرح من المطارح لوعة ولابد منها، فيها شيء من الانسحاق. الرب يستعملها من أجل تكسير الكبرياء، لأن دايما بجذور الخطية في كبرياء، بيستعمل هالانسحاق هاللوعة هالوجع حتى يرجع يأنسن هالنفس البشرية، يرد الإنسانية والرحمة لها، يرد لها الطيبة واللحم، متعود قاسية متجبرة. وبذات الوقت بيقودها بأنواره إلى رجا جديد، ما تخاف رحمة الله نطرتك بتخلصها. يعني إذا الإنسان اللي بكته الروح ما انطلق صوب يشوف الخلاص اللي قدم له إياه الرب، هون رح ينغلق على ذاته ويصير مستسلم أكثر للخطية. هون بنروح على قصة يهوذا. نعم، كيف سكر لبل تدهور، يعني وتدهورت حالته إلى هلاك. نعم، ورد كمان كونه بيؤدي للتوبه تبكيت الروح، بيقول لك بروما 2:4 ان لطف الله يقتادك الى التوبه. يعني هدف التبكير انه دغري يتغير تفكير الانسان وينقاد للتوبه. لك الروح القدس يعني وقت يتحقق هالهدف بيوقف تبكيت الروح، يعني ما بيضل هالتعذيب الضمير عم بيضل مع الانسان، بيخلص عمله بيوقف. بيعطيك شعور حب الله بيغمرك. نعم، وبذات الوقت بيعطيك يقين انه الخطيه اللي ارتكبتيها واللي دائما بدها تعمل لك وخز ضمير اندفع ثمنها. الروح القدس بيعطيك شعور انه الرب دفع ثمن الخطيه، على الصليب دفع ثمنها، مشان هيك هللي وافرحي. صح، يعني ما بقى عندك عبء الخطيه ملاحقك. ذنبها لما بتكون مسيطر عليك بعبقه، طيب عبقه دفعه يسوع، والروح القدس بيعطيك يقين فيها، احساس داخلي انه الرب مش بس سامحك ونسي، دفع لك ثمنها. نعم، على الصليب دفع لك التكفير عنا. نعم، يعني فيك هون تحسي انه انا لا ادين، مش انه يوم من الايام حدا بيفتح لي هالحساب، لانه في مطرح ضبين على الرف غلط عملته، حتى على الرف بشيلها، بيمحي اثرها. نعم، كأنه لم توجد. يعني غفران الرب هذا الفرح اللي بيعطيه للتائب. مشان هيك بيقول لك الحزن انشأ بداخلهم توبه فتغير تفكيرهم، لبل تحول حزنهم وندمهم الى فرح حالا
إذ ورد بنفس الفصل أعمال 2 آية 44 وجميع الذين آمنوا كانوا معا وبيكمل كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، يعني دغري تحول حزنهم لفرح. نعم، هذه اختبرناها بكتار من الأشخاص اللي كانوا عايشين سنين طويلة بخطايا يرفضوا يتوبوا عنها. نعم. وبلحظة دخل الروح القدس جدد لهم أذهانهم وضولهم على الخطية وقرروا يعترفوا. ما تشوفي كيف بفوتوا يعترفوا ولك علبة كلينكس بفضوها على البكي، بس بتحسي بكيهم في فرح وراحة ما بينوصف. يعني يلي مش ممكن ينجمعوا اثنين سوا، بكي دايما البكي بيعبر عن ندامة، بيعبر عن وجع، بيعبر عن حزن، لكن بكي بيعبر عن فرح. بتحسي عم يبكوا في لوعة، وبذات الوقت في شيء عم ينهضن، وفي تقل عم ينسال عم يشال عن كتافهم، وفي فرحة عم تكبر بقلوبهم، وبيطلعوا آخر شيء بتلاقيه غمرك وبوسك وبده يطلع يخبر وبده يطلع يشهد. بتحسيه عم بنط مثل الإنسان الخفيف فرحان وعم بيخبر وعم تبكي الدمعة، بس بكي وبكي فرح، دمعة فرح منا دمعة أسى وذنب. وبيقول بمزمور 30 الآية 11 حولت نوحي إلى رقص لي، يعني ثمار، هيدي ثمار الخليقة الجديدة الفرح. خطية غريبة يا ريت بنعرف، ما بنعرف أتقالها إلا تنخبر التحرير منها. نعم. والتحرير منها بدنا الروح القدس يقطعنا بهالاختبار. ساعتها بتعرفي شو هالتقل اللي كنت حملتيه، كياس ترابي حاططيهم على كتافك وراسحة تحت عبقهم ومتقلين لك ومفقدينك السلام ومفقدينك الضحك ومفقدينك العفوية. تعرفي قيمتها بس الروح القدس ينقلك للضفة الثانية وياخدك إلى فرح الحرية، وساعتها يجددك ويشلك هالأفكار السوداء اللي كانت مسيطر عليك. ذهنك يصير حلو، بذات الوقت تحسي مشاعرك نظيفة، صرت تحسي بطهارة بنظافة تجاه الآخر. ساعتها بتحس الفرحة الحقيقية شو معناتها، فرحة التوبة. نعم، والعكس صحيح، يعني نحن بنقول ما أطيب الرب، يعني اللي بيدوق وبيتلذذ بطعم الرب بس يخسر كمان هون يهوذا إذا بدنا بعدين نحكي. ما أبشع البعد عن الرب. إيه قد إيه بده يحس بالخسارة والمرارة. مزبوط. أبونا رح نريحك شوي ونتوقف للحظات، مشاهدينا فاصل ونرجع. مشاهدينا وصلنا لآخر فقراتنا. أبونا بدي أحكي شوي عن حزن الله. ورد بسفر التكوين 6 الآية 5 ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور فكر قلبه يتسم دائما بالإثم، فملأ قلبه الأسف والحزن لأنه خلق الإنسان. يعني أكيد الله لا يخطئ حاشا، تعبير بشري. نعم نعم. هون هو ولا مرة ندم أنه خلق الإنسان ولا غير فكره. هون حزنه اللي عم نحكي عنه هو أنه مثل حزن الأهل اللي بيشوفوا عندهم ولد عاق. حزن بي بد ما يجوا لعنده. برافو. ابنه هربان منه، وهالبي مشكلته وحيدة أنه بحب ابنه، بحبه محبة قد ما بحب ذاته. يعني هالقد محبة الابن غالية فيه، هالابن يلي رافض بيه ورايح نحو الهلاك. نعم. حزن البي ولوعة يسوع على الصليب يلي عبر عنها بسفر التكوين، رجعنا شفنا صورتها بكذا مطرح. يسوع على جبل الزيتون بس طلع وندب أورشليم. طبعا ما عم يندب مدينة، أورشليم ترمز إلى النفس البشرية. المدينة المقدسة مع يسوع صارت داخل الإنسان، هذه المدينة المقدسة. ندب يسوع يعني كان عم يعمل مناحة عليها. كم مرة أردت أن أجمع، بتشوفي هون شو هي الحسرة الموجودة بقلب الله، بيعبر عنها لبرا هون يسوع. كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما الدجاجة تجمع فراخها فلم تريدوا، بيتكم سيترك لكم خرابا. هون مش يسوع عم يخرب البيت، هالنفس المسكرة على الله عم تخرب، والله اللي بحبها وبده يخلصها ما بده الأغراب يفوتوا يسيطروا عليها.
ويدمروها، لكن هالمدينة سكرت على يسوع ورفضته، هجرته، بك عليها. هذا هو ندم الله، هذا هو حزن الله، بحسب مشيئة الله. مشيئة الرب أن يخلص الإنسان، مشيئة الرب خلقك تتكوني معه بالمجد، مشيئة الرب خلقك تتكوني دايما فرحة، الفرح ما يغيب من حياتك. هو كلهم شايف الله الإنسان بقراراته بالحرية اللي عطوا إياها كيف عم بيدمرهم وعم يفقدهم، أو بذات الواحد عم بيفوت بغش إبليس ويروح ينبش عليهم مطرح ما إبليس عم بيدله، يلي هو خدع وتزييف منه حقيقة، وما قادر يعمل شيء مع هالإنسان لأنه الإنسان مسكر، حريته رافضة. هيدا حزن الله. البي ما فينا نقول له ما تتوجع لأن ابنه، ما هو ما عم يتوجع، مش هو اللي عم يأكل قتل الابن، لكن محبة الله اللي بتربطه فينا عم تخليه يكون حزين، متوجع إذا جاز التعبير، متألم، حامل صليب. نعم، يعني كون هذا الشر بخليقة الله إذا بدنا نقول بيسبب له هذا الحزن. اليوم نحن مطلوب منا نشاركه هالحزن على الخطية وعلى الشر الموجود. الشر موجود، مش الشر بيسبب له حزن، لأن لقى له دواء. بيسبب له حزن الحرية اللي ما عم تقتنع معه. نعم. الحرية اللي مسكرة الباب. الحرية اللي ما عم تفتح له. هذا سبب حزن الرب. لأن إذا بتفتحي له قد ما يكون الشر كبير فيكي، مستعد يقضي عليه ويردك من أجمل القديسين. نعم. هذا اللي عمله مع المجدلية. في أحقر من هيك كان درجة وصل له إنسان بمجتمع بشري؟ يصير صيتة علنا عند الناس انه هيدي العاهرة رد القديسة التي تكرم على المذابح. يعني الشر ما كان عمل شيء قدامه، بس لانه فتحت له قلبه بكليته وسلمته زيتها بكل الجي اللي فيها، نظفها ورد اجمل البتولين واطهر الطاهرات. يعني مش الشر الذي يحزن قلب الله، اللي يحزن قلب الله تجبر الإنسان على الله، انغلاء القلب على الله، اعتداد الحر، استعمال الحرية ضد الله، هذا الذي يحزن قلب الله. ما تبقى كله له حل. نعم. هذا سميه الرب خطية ضد الروح القدس، ما له غفران. نعم. وهذا يحدث نزاع بقلب الله لأنه ما باليد حيلة، خلاص الإنسان أخذ قراره. ذكرت أبونا أنه الانغلاء على الله هو بيسبب له حزن، يعني عكس هالانغلاء على الله هو الانغلاء على الذات. هيدا بيسبب له الفرح، هالخروف الرضي يرجع معه. نعم. هالمرة لقيت الدرهم، الابن الضال اللي قرر يرجع عمل له فرح ما بينوصف، العكس يعمل له انغلاء على ذاتنا. ونحن كثير عندنا استعداد ابونا ننغلق على ذاتنا، ما نتطلع الا بذواتنا، شو بيضايقها، شو بيزعجها، شو ناقصها، ولمره بنفكر انه نحن هيدي اللي رح نحكيها بكره بيهوذا. نعم. يا ريته ما سكر على خطيته، انفتح فيها للرب، كان عمل معه مثل ما عمل مع بطرس وافر. اكيد، لانه الحزن اللي عايشه ليس تبكيت الروح، حزن انغلائي اللي بيأدي، وهيدي استعملوا الشيطان، ما سلم نفسه، والسبب تقدر سيطر الشيطان نبقى نحكي. نعم. الخطايا اللي كانت معشعشة فيه بالماضي، وهيدا الحزن سبب له اكتئاب زيادة وأدى فينا الانتحار. نعم، بس الفكرة انه نحن ولا مرة منفكر كيف خطيتنا كسرت قلب الله، دايما منفكر الله هو سبب الظلم، ليش بيسمح، ليش عطول منصب عليه كم هائل من الاتهامات، ولا مرة منقول نحن قدي عم نجرح الله بخطايانا. عميان، خطية جعلتنا عميان، نقرأ غلط ونحلل غلط. دايما الملامة على الرب، لا ما بيوقف الحرب، لا ما بيوقف المجرمين، لا ما بيلغي الشر، لاي ما بيسيطر على القوي وبيرجع بينصر الضعيف. مش عارفين نحن بمطرح الرب سلمنا مشروع اسمه الارض، وحطنا اولياء على هالمشروع وكلا، رحنا بخطايانا خربنا له المشروع، فلسناه ونزعناه وجعلنا من الارض اللي هي كانت جنه جهنم، وبس وصلنا على الواقع المرير رحنا ندير عينينا على الرب، ليه ما بتعمل وليه ما بتعمل. ولا مرة التوبة بتعرفي أي متى بتبلش توبة تصير؟ هلأ هي مزبوط تجديد الذهن وتغيير المسار وإعادة الصيد، التوبة الحقيقية بتبلش
وقت اللي بقعد وببلش حاسب ذاتي وبعرف مكامن العلة وين، ساعتها بعرف الإنسان لما بيفوت الروح القدس عليه بيخليك تكتشفي العلة وين موجودة. بتشوفي الإنسان اللي بيسكنه روح الله ببطل يتهم غيره، بصير يرحم غيره، ببطل يقول فلان عم بغلط صور أنا عم غلط، بيكتشف حقيقة ذاته وبيعرف التصليح، ببلش إني بلش صلح ذاتي، ساعتها بيتصلح اللي عم بغلط، وببلش نظف محبتي، محبتي بتصير تأثر بالآخر وبصير تلاقيه يرتد، بتلاقي الشر. يعني التوبة الحقيقية لما بيكتشف إنه العلة موجودة فيه، والكون بيتصلح انطلاقا من تصليحي لذاتي، من توبتي ومن عودتي عن خطيتي. مشان هيك فهموها هالحياة القديسين، شوفيهم ما عادش اشتغلوا على مشاريع برا، فاتوا على مشروعهم داخلي، وظبطوا تقدسوا نفسهم وطهروا حبهم ونظفوه ونقوا ذهنهم وجعلوه مسيطر عليه كلمة الله ونوره، وانطلقوا ساعتها بكلمة يقلبوا مدينة، بوعظة مربولوس بس تجدد ذهنه وتغير قلبه ونضف حبه، بوعظة 3000 زلمة تعمد بليلتها يفوتوا على المدينة يقلبوها فوقين تحتين، يلي نحن اليوم عاجزين نغير نفس بشرية من رفقة طول العمر وهيت التوب هيت لا. تتشوفي ساعتها ساعة اللي الإنسان بينطلق من ذاته بتنظيفه قديش فعال بصير بكلامه بحضوره بس ينطلق إلى المجتمع. يعني ذكرتني بموضوع الإدانة، منبطل نشوف نواقص الآخر، منصير حاطين مراية وعم نشوف ذاتنا ومنعرف تصليحنا لذاتنا بيتصلح الآخر. أبونا تنكفي الآية الواردة باثنين كورنثوس الفصل 7 الآية 10 اللي حكينا عنها، الحزن الذي بحسب مشيئة الله، لكن برجع بكفي فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله، كم أنتج فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام. يعني هاو سمات التوبة الحقيقية؟ سمات التوبة إذا بتحب هيك ملخص سريع بنحكيهم انطلاقا من مربولوس، أول شيء الاجتهاد. نعم. أكثر كارثة على الخطية هي الكسل، ما فيي وبش قادر، الغنج الروحي ما تصوري قديه بينزعنا. خطيه فيها نوع من المجهود لنطلع منها، فيها نوع من المعركه العراك، فيها نوع من الحط من الزيت، فيها مجهود بشري، فيها عمل اراده، فيها الغاء اسباب، فيها تغيير طريق، تخلي، هذا الجهد فيه نشاء من الكلفه. ما بدي أنا مفكر الخطية شيء عملية سحرية، إنه الله بيبعت نعمته بنقلب فوقيني تحتيني وخلاص بيروح كأنه شيء. هذا الكسل، هذا الكسل الروحي، عدم الاتكال شوي هيك على نتفة مجهود ذاتي. يعني مش كل شيء من الله. برافو. بدي أعرف اللي أنا بنجح مش لأنه الأستاذ بيدرسني. نعم. الأستاذ عنده واجبات، كمان لأن أنا بدرس. بحفظ وبدرس. نعم. تاني شغلة الاحتجاج، اخذ القرار، هيدا شر بدي اخذ قرار عليه، هيدا باب كنت عم فوت عليه وسبب لي خطيه بدي سكره، هيدا كتاب، هيدا فيلم، هيدي زياره كنت عم بعملها كانت عم تورطني بدي وقفها. ما بعطي اعذار، ما بعطي اعذار. اوكي. نعم. الغيظ، توجيه المعركه، اكبر انتصار لابليس انه يختفي ويدير عيني المعارك على بعضنا. الغيظ ان اغتاظ على ابليس المسؤول الاول عن خطاياي، واعرف معركتي الشرسه لازم تكون ضده، مش ضد اللي غلط معي، هذا لازم كسره ولازم اربح الدعوه عليه. مشكلتي مش مع البشر، هي ضد الخطيه اللي هي بتفتح باب لابليس. الغيظ على ابليس، الانتقام من ابليس، وتوجيه كل السهام وكل قوتي وكل صلاتي تكون سهام تضربه بقلبه وتجعله مشلول. نعم. لأن نهار البربح وهالحية المخباية أكدي طيب بتلاقي كل الأمور والعلاقات تسوت وزبطت. نعم. بس أبونا نقطة صغيرة هون، مش هو التساهل مع الخطية بيفتح باب لإبليس؟
إبليس حي، مش إنه دايما هو بيعطينا. نحن إذا علاجناه هنا سكرنا كل بوابنا على إبليس، نعم، وما تركنا بإيده أي يعني سهل. الفكرة إنه مش كل خطأ هو مصدره إبليس، ما في أخطاء هي شهواتنا و بدو. بس دايما إبليس اللي عم بحركها. أنا بقول بيستغل يمكن الضعف. إبليس دايما قلنا نحن هو المحرض، نعم، بيزرع الأفكار. إيه؟ الإنسان المنفذ، نعم. إبليس وين بيشتغل؟ بيشتغل على الرغبات تبع الإنسان، إنه يديره من أجل ذاته مش من أجل الآخر. الرب حط فيك رغبات، الشهوة من الله، نعم، الجوع والجنس والسلطة والمال هو شهوات، بس هو من الله. لكن الملعون بحورهم دايما من أجل ذاتك، ويجعل الحب أناني. يومة الرب حط فيك هالرغبات من أجل بناء مجتمع بشري، الجنس حطه من أجل بناء عائلة، بيحوله من أجل الالتزاز بالذات بس. المال حطه من أجل الإعانة، من أجل الأكل، من أجل الشرب، من أجل أعطاء صاحب الحق حقه، بيحوله إلى عبادة. السلطة حولها للخدمة، الرب عطاها إياها، بيحولها للتسلط. شفت وين؟ الأكل بيحوله إلى الشراهة، إلى حياة مجونية. مش بس طريقة فقط لحتى لي اقتات وحافظ على صحتي وكفي بالحياة وعيش. بيحول الرغبات الملعون إبليس لضررنا، لضررنا، نعم، بذات الوقت لتشويه صورة الله وتغيير مسار الخلق. الرب خلق البشرية بمسار، بغير لها مسارها، نعم. نصير اليوم نحن عايشين تنطلع مصاري وتناكل وتنظهر وتنسهر، صارت هيدي هدف، نعم. يوم الهاو كانوا وصايد من أجل قيم بالمجتمع حلوة، غير المسار. مشان هيك أبونا فكرة إنه نطرد الأفكار من الذهن مباشرة، يعني ما نخليها تتغرغل وتتمكن منها وقت يزرع لنا الأفكار. مظبوط. نعم. من هون ضروري كتير يكون ذهني، تنقية الذهن. إيه، ذهني منور بكلام ربنا. ساعتها هالرغبات بعرف كيف لازم استعملها، وإذا قرب إبليس نور الله بيفضحه. نعم. بعرف هيدي الفكرة من إبليس. هاي الرغبة من إبليس. مشان هيك لازم يكون عنا إلمام بكلمة الله تنقدر نقارن. الكلمة الله سميها الرب نور. نعم. تستنير، يستنير الذهن فيه، تكبر المعرفة، وساعتها الإنسان بصير عنده قدرة على التمييز، بصير يعرف الخير من الشر. كلمة الله أساس للمؤمن. نعم. بعدين سمات التوبة التحرر من الخوف. أكبر انتصار لإبليس علينا هو زرع الخوف والشك بحب الله إلي. الخوف عن هالطريق يخليني شك بمحبة الله، إنه الله ما رح يسمحني، الله ضلني مرعوب وخيفين منه، إنه أنا حامل خطية ورايح أوقف قدامه. ما بخليني أتهنى إنه الرب دفع حق خطيتي، ما بخليني أتهنى بهالنعمة. بخلي دايما مسيطر علي الخوف. الخوف بيقولوا عدو الإيمان، عدو الحب. نعم. بيقتل، ما بيخليك توثقي بالآخر، دايما خيفين، نقزين. لا، لأن عندي كمية حب قليلة بيستعملها إبليس وبيرجع بيزرع البلبلة والشك بداخلي. كمان لازم يكون عندنا خوف من تكرار الخطية والتعمق فيها أكثر. مزبوط. نعم. يعني بوجهيها. إيه، هون الحذر بنسميه، سميه يسوع كونوا حكماء كالحياة. نعم. هيك حكمة إذا بدي، مش نعم. خوف. لكن الخوف بمعنى المزبوط هو ضد الإيمان، ضد ثقتك بالله. اللي بيوثق بالله مش لازم يخاف، متكل على الله. على عمياني، كلمة على عمياني مزبوطة هون، لأن الله 1% ما بيخل معك. نعم. يعني مش لازم تخافي 1% معه، بس هيدا هي نعمة من الله بتسيطر علي. إذا ما عم بطلبها، الخوف دايما بيقود خطواتي إلى شكوك وتردد بالصلاة، وبيخلي النعمة تصير توصل بالتقطيش لعندي. بعدين الحماس، مفروض يكون عندي نوع من الشوق والحماس. أنا بدي أطلع منه، يعني الله بحب يشوف المتحمس، ما بحب الفاتر. فاتر بيقول عنه بيتقيأ من نفسه. الإنسان يلي لا قرار بحياته، ما في أبشع منه بالعلاقة، حتى بالحياة الزوجية. الإنسان اللي ما بيقدر يقرر، شو تشوف هالإنسان اللي بتحسيه نار، بحبه الله هيك. متحمس مش متهور. نعم. متحمس حماس الروح.
حاطط بوقتي ما في شيء بيوقفني انا بدي اطلع من هالواقع. نعم. الغيري. الغيري هون مش بمعنى الخطيه، في غيري خطيه. الغيري اللي بتيجي حسد و... و... نعم. لا، الغيري هون هي الرغبه في القداسه. غيره بيتك اكلتني. الرغبه بالقداسه هي قوه بقلبك بتشدك دائما نحو الفضيله. نعم. هيدي من ثمار التوبه. رغبه بقلبك دائما بتشدك للخير، بتشدك للحسن، وبتخليك تمقتي تقرفي من الخطيه ودربها. وبعدين الانتقام. هون دائما انا بقول له للمؤمن بيجي بخبرني انه عم يتعرض على هجمات، يا خيي انا اليوم مع يسوع ما عدت بموقع الدفاع. لك الرب حولك على موقع هجوم. اعطاك اسلحه. هجوم. نعم. استعمل السلاح وهاجمه لابليس، اعطيه امر. يعني اليوم ساعه اللي بيهاجمك بافكارك مش عارف كيف بدي انحمى منها، مش عارف كيف بدي اشيلها من راسي، يا خيي وقف وقول له لابليس بأمرك بقوه يسوع، بقوه العماد، بقوه الروح، بشفاعه العذراء، بشفاعه القديس، استعمل هالاسلحه بقوه الاربان، بقوه التوبه اللي تبتها واعترفت فيها، بصلاه الكنيسه، استعمل السلاح واعطيه امر لابليس بأمرك اترك، انكسر بالمعركه، ابليس سيخضع. بيقول عنا مار بطرس قاوم ابليس فيخضع لكم، فينهزم. قاوم ابليس، ما دعيني ان اردع ابليس، دعيني اهجم عليه. الانتقام يعني روح على عرينه للشرير وقل له بسلطان الرب بأمرك كن مجرد من كل سلاح عم تهاجمني فيه ومن كل سهم عم تقوص فيه علي. ابليس سيخضع، يخضع للمؤمن لان الرب اعاد للمؤمن السلطان. نعم. حتى بيقول لك فينا ننتقم منه بسلب نفوس من مملكته، نسترد. مزبوط. مشان هيك يسوع بيعطي المثل الحلو بالانجيل بيقول القوي سياتي اقوى منه يربطه. نعم. ساعتها سينهب منه كل امتعته. كل شيء سرقه ابليس، نفوس، افراح، سلام، بركات، انت عندك سلطان تفوت تربط ابليس بالاول اللي منحك هو يسوع، بسلطان يسوع، وترجع تسترد منه ساعه تجعليه عاجز، بتشلحي كل النفوس اللي اخذها من دربك. نعم. يعني هيدي ملخص لسمات التوبه اللي بده اياها الرب. نعم. وبيقول كمان عندما يتوب المؤمن بشجع الرب وبثبته بتوبته مثل ما صار مع بطرس اللي هزموا خوفه ونكر يسوع. هيك الرب كيف رجع شدده. نعم. وجعله متحمس لبل مهدته فيها فيه. حتى يعني يعني حقق فيه كل هو، صار مجتهد، صار مقاوم، صار محرر من الخوف، صار عنده رغبة بالقداسة، وصار عنده سلطان على إبليس. كان بيقول عنه بمطرح كان يقطع خياله على اللي مستهم الأرواح النجسة وكانت تولول وتهرب من خياله لبطرس. نعم. شوف فيها السلطان اللي رجع له وهالانتقام اللي حققه بطرس على الشيطان اللي هزمه بمطرح. كمان توبة بطرس كمان موضوع بيستحق نحكي انه يوم من الايام نحكي كمان. نعم. ابونا يعطيك الف عافية. الله يقويك. عزمناك اليوم. ميرسي على المقدمة اللي عملتيها فعلا يلي فتحت لنا كل هالافاق والافكار. مثل ما بتقول دائما نقاد مثل ما هو بده. الروح القدس ايه. ان اذهاننا ثمينة جدا لدى الله. ومن الضروري جدا أن تمتحن كل فكر يشغل ذهنك بنور كلمات الكتاب المقدس. ولا تخف، فأنت ابن خالق السماء والأرض، أنت ابن للآب السماوي، ابن لأشد الآباء حنانا في الوجود. ثق به ثقة الأطفال في أبيهم الذي لم يسمح لك أن تخدع. شاركه في كل أمورك ولا تتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية، وتعلم أن تنتظر جوابه الذي سيرافقه سلام في القلب. وتعلم من الرب يسوع كيف حارب تجارب إبليس بكلمات مقدسة وبآيات تناسب الهجوم تماما. لقد كان يحفظ الشرائع، إذ لا يكفي أن تقرأ وتدرس وتتأمل، بل عليك أن تحفظ الكثير منه، إذ قال لك يا ابني احفظ كلامي، احفظ شريعتي كحدقة عينك، اكتبها على لوحة
قلبك. وختاما، ليتك تعرف قيمتك عند الرب، ليتك تعرف كم يحبك، ليتك تدرك أنه اشتراك بثمن لا يقدر العالم كله مجتمعا أن يسدده، لقد اشتراك بدمه. مشاهدينا، دايما مجد ربنا، بشكر متابعتكم على أمل لقاء الخميس المقبل، فكونوا على الموعد. الله معكم. Thank you.